قلت 096 عاوتاني. انا الرماش في الشعيب. شنو المشكل يعني؟ عندي واحد البارت ما شريته في جديده، شريته من الشعبي في حي المطار، هزيت من البنكة 22 مليون، 8 سنين وشي حاجه وانا كنخلص. دابا باقي كيت من 22 مليون باقى 19 مليون و600، بحال اللي كنكب الماء في الرمله. ودابا الغالب الله وتغلبت، دابا ما تليتش قد كنخلص طريطه. منين كنتي كتخلص؟ ها؟ منين كنتي؟ كنت كنبيع ونشري، دابا تغلبت، دابا عييت، ما بقيتش كنقد نخدم. يعني ما مشي حاولت تمشي عندهم، شنو قالوا لك؟ واخا تمشي لعندهم راه غيديوها ليا، ملي ما غاش تخلص غيسيزيوها ليا. دابا بقاو دابا كيتسالوني مليون و20، تعطلت لهم على الخلاص ديالها. شحال تعطلت؟ تعطلت قلت شي 7 شهور. الغالب الله. الدار تساكن فيها ولا؟ لا ما ساكنش فيها. كريتيها؟ كريتها، ولكن مغلوب غادي تمشي ليا. شحال كريتيها؟ كريتها ب 28. ولكن الغالب الله. عندك شي وليدات؟ عادي الوليدات راه امهم طلبت الطلاق. علاش؟ تزيرتي؟ تزيرنا ولينا كنعيشوا حياة حرجة. كنطلب من المسؤولين. كنطلب من المسؤولين والناس المحسنين على رأسهم، والمسؤولين على رأسهم محمد السادس نصره الله، هو يتعاون معايا. أنا معاق اليد اليمنى، تغلبت. اللي هو أحسن محسن في هذا المغرب وعاش الملك، كنطلبوا منه هو يتعاون معايا. اش كنتي كتبيع؟ كنبيع بلاستيك، كنبيع أي حاجة، قلوعة. ودابا مبقاش عندي رأس المال. كان عندك واحد المدخول؟ كانت عندي مدخول، ما بقاش عندي. شحال ديال الربح تقريبا كنت كتبيع؟ وكنت كنربح مع كل نهار ورزق. نهار ورزق؟ الغالب الله. دابا دابا الغالب الله صافي، تغلبت. اللي مشات لك دارك انت فين غتمشي؟ غتلاح صافي. دابا كنطلب من الناس المسؤولين. دابا انت فين ساكن؟ والمحسنين. ساكنة عند ولد اختي في واحد البيت في السطاح طالية. تعاونوا معايا ولاد اختي تاعي وتغلبوا مساكن تاهما. والغالب الله. صافي ما لقيتش جهد. ما لقيت جهد. دابا كنطلبها من الخوت هما يتعاونوا معايا، المسلمين والمحسنين والناس المسؤولين في البلاد. وليداتك دابا فين كاين؟ في الجديدة. يعني دابا انت ساكن في بيت السطح، ما كنتش انك ساكن في واحد الدار وبيت الكارانتي وكتخلص الطريق ديالك. تلاحيتي دابا تقريبا تلاحيتي للزنقة. صافي تلاحت للزنقة. كنتي غيقدر يبقى هاز السكين؟ لا، عطاني عام وصافي. قال لك عام؟ تحقرتي، تظلمتي. صافي، كنطلب الناس المسؤولين هما يحنوا فيا، على رأسهم محمد السادس نصره الله، والناس المحسنين اللي فيهم الرحمة. انت مداوي احتياجات خاصة؟ مداوي احتياجات خاصة. كنت تاخذ شي دعم؟ لا والو، ما عمري ما اخذت شي دعم. والو. كتمشي عند الجمعيات اش كيقولوا؟ والو الجمعيات، أنا كنت في جمعية والو، ما كاين حتى شي حاجة. كاين لا مساعدة لا والو. واخذ شهادة ديال المعاق. جياني من الرباط صافي، تحصيت بانني معاق في المغرب صافي. الدار تقدر تمشي فيها في اي لحظه. شحال كيتسالوا؟ كيتسالوني مليون و20 دابا. مليون و20؟ الطماطول هذه ديال الطماطول. مليون و20؟ ودابا راه باقيين كيتسالوني 19 مليون و600. من 22 مليون، من 22 مليون طحنت تعييت، باقى 19 مليون و600. شنو الرسالة اللي توجه للناس المحسنين؟ الرسالة هما يتعاونوا مع خوهم مسلم. بغيتش دارك تمشي ليا؟ ما بغيتش داري تمشي ليا، بغيتهم يتعاونوا معايا. اشترك الآن في قناة أشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.